من رام الله ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب، وينضم إلينا من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أفيتار بهذا السؤال، يعني بين النفي والتأكيد حول ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، أود أن أسألك ما الذي تخشاه إسرائيل من هذه الصفقة؟ هل تخشى من تقديم تنازلات لحماس تظهر القوة العسكرية الإسرائيلية بمظهر الضعيف والاستخباراتية كذلك، وبأنها لم تنجح في الضغط على حركة حماس لتسليم الأسرى بالقوة العسكرية؟ مرحبا للجميع. نحن ناخذ بعين الاعتبار انه كل المحادثات او المفاوضات، اذا في مفاوضات بين الجانبين على طريق قطر او طريق مصر بموضوع الصفقه لسه ما انتهوا، ولازم ناخذ بعين الاعتبار كمان انه نعتمد على خبره طويله من السنوات السابقه قبل حماس بهذا الموضوع، انه نحن لازم نكون صابرين ونستنى للنتائج على ملموس بشكل ملموس على فعاليات على الارض، عشان حركه حماس وكمان هلا دائما معروفه بمناورات سياسيه وتكتيكيه بموضوع حساس، بمواضيع لهم حساسيات زي موضوع صفقه الاسرى، وعشان هيك والمخطوفين، عشان هيك لازم نكون واقعين. وبشكل دقيق لسؤالك، اذا في جزء من الصفقه او الفعاليات او المبادرات من ناحيه اسرائيليه، اذا بيحكوا على وقف اطلاق نار لمده 5 ايام، اذني النتيجه او الحسابات الاسرائيليه بالنسبه لهذه الاجراءات هم تجميد معين ومحدود لدرت العسكري والتدخل البري وفعاليات البرية داخل الكتاب، بس بعد 5 أيام راح نرجع لاستمرار أو نرجع لمرحلة ثانية بالنسبة لهذه الحرب. إذا راح يكون نقاش على مرحلة ثانية بالنسبة لصفقة ثانية، مثلا احتمال إمكانية لصفقة ثانية، هي شيء ثاني، هي شيء اللي الجانبين راح يناقشوا الموضوع في الايام القريبه، بس اذني نحن نعرف او لازم نكون واقعين بالنسبه لالتزامات تبع الجانب الاسرائيلي من ناحيه هذه الصفقه. بشكل عام راح نحكي على وقف اطلاق النار بشكل محدود ومؤكد، وبعدين وصلت كمان افراج اسرى من السجون الاسرائيليه، بس بعدين راح نوصل إلى مرحلة ثانية بالنسبة لهذه المعركة. طيب اسمح لي أن أذهب إليك إلى أستاذ جهاد حرب. استمعنا إلى إجابة ألون أفيتار سيد جهاد، قال بأنه حتى لو تم التوصل لصفقة بعد 5 أيام من الهدنة، إسرائيل ستعود بمرحلة ثانية وتستكمل العملية العسكرية. فإذا لماذا ينبغي على الطرف الفلسطيني أو على حركة حماس أن تسلم أيا من الرهائن لديها؟ لا، حركة حماس هي أصرت على المرحلية عندما تم الحديث منذ البداية عن إطلاق سراح مزدوجي الجنسية، ومن ثم تم الحديث عن النساء والأطفال على مرحلة أولى وتتبعها مراحل أخرى. هي تدرك حركة حماس بأن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام يعني هناك صعوبة للاحتلال الإسرائيلي للمعاودة أمام المجتمع الدولي، وأن المجتمع الإسرائيلي وخاصة أسر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة سيضغطون بشكل أكبر على الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة أو جزء ثاني أو ثالث من تبادل الأسرى، وبالتالي تصبح آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة عاجزة عن التحرك أمام ضغط دولي واسع وأمام ضغط المجتمع الإسرائيلي. لذلك حركة حماس منذ البداية أصرت على أن يكون هناك مراحل متعددة تضعف قدرة الجيش الإسرائيلي. عندما تمكث 5 أيام دون حركة، دون عمل قوات الاحتلال في قطاع غزة، هذا يعني أن الجنود سيكونون أكثر استرخاء، وبالتالي العودة للمعارك من جديد ستكون أكثر صعوبة على نفسيا على الجنود، وكذلك على الحكومة الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي. لذا
الاستراتيجية التي اتبعتها حركة حماس حتى الآن هي ناجحة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية ولمزيد من الضغط على أركان هذه الحكومة من قبل المجتمع الإسرائيلي. سيد أفيتار، أذهب إليك بالسؤال التالي، يعني تعقيبا على هذه النقاط التي ذكرها ضيفنا سيد حرب، أنه يعني العملية العسكرية أو الحرب على قطاع غزة يعني تخطت 40 يوم، وحتى الساعة إسرائيل عاجزة عن تحقيق الهدف الرئيسي بتحييد حركة حماس وتحرير الرهائن. عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين تخطى عدد الرهائن لدى حركة حماس، وهي مستمرة يعني والقوات الإسرائيلية مستمرة على ما يبدو بهذه العملية العسكرية. ما الجدوى فعليا من البقاء الإسرائيلي العسكري داخل قطاع غزة وسط تعثر واضح؟ ومنذ قليل قال مراسلنا أنه حتى في رشقات صاروخية خرجت من قطاع غزة إلى عدد من المستوطنات. نحن مش موجودين في عملية عسكرية إضافية، أو نحن مش موجودين في عملية عسكرية عفوا زي تعودنا في سابق. نحن موجودين في سيناريو آخر بكل المعنى بكل نواحي. نحن موجودين في صفحة جديدة إذا بدك. عشان هيك لازم نفهم إنه المعركة راح تطول كتير، ممكن أكثر من سنة، ممكن أكثر من سنتين. بس لازم ناخذ بالاعتبار انه المعركه هاي والخطة العسكريه مقسومه لكم مراحل، بجوز او ممكن المرحله الراهنه مختلفه من المرحله الجايه والى بعد الى حد النهائي. لازم ناخذ بالاعتبار انه لكل مرحله في حساسيات او في خلينا نقول حسابات. يعني أنا أود أن أسألك يعني عن على ماذا تعول في مسألة السنة وسنتين؟ هل ستبقى إسرائيل قادرة على حشد دعم حلفائها لهذه الفترة الطويلة، استنزاف القوات الإسرائيلية عديدا وعتادا، خسائر اقتصادية، ضغط شعبي متزايد، وتصدع على مختلف المستويات في الداخل الإسرائيلي؟ كيف لك أن تتحدث عن سنة وسنتين يا سيد أفيتار؟ نحن تربينا من الجانب الفلسطيني انه نحتاج لصبر، صح؟ عشان هيك نحن صبرين كمان بالنسبه لهذه النتائج. او يعني منيح عم تتعلموا من استراتيجيه من الفلسطينيين. صحيح، الصبر هو اخلاق او خلينا نقول ايجابيات داخل الكفاح الفلسطيني، وهذا نحن موجودين في كفاح إسرائيلي. حلو. بالإرهاب الفلسطيني تبع حماس. بس لازم نكون واقعيين، نحن فهمنين في هذه المعركة في الوقت الراهن إنه الشعب الفلسطيني الإسرائيلي، الشعب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي كمان بيصبر، معناته في نتائج، في طموح، في أهداف. لازم نكون واقعين كمان إنه في أهداف عسكرية وسياسية لهذه المعركة. الأهداف واضحة، وحكينا أو ذكرنا هؤلاء الأهداف كم مرات: تدمير كامل تبع القدرة العسكرية تبع حماس أو الجناح العسكري كمان. طب فيك تعطينا، بما أنه حضرتك لديك خبرة يعني في المؤسسة العسكرية، كنت في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم كيف يقوم الجانب الإسرائيلي بقياس نجاحات هذه العملية العسكرية؟ يعني هل لديكم معطيات عن ما حققتموه فيما يتعلق بصفوف المقاتلين في حماس؟ يعني ما الذي حققتموه؟ في صعوبات في هذه المعركة، في صعوبات، في مشاكل، في إشكاليات. الوضع معقد بلا شك، بلا ما في أي تردد بالنسبة لهذه المعركة. في إشكاليات، وبتكون إشكاليات وصعوبات كمان خلال استمرار الطريق. بس أذني، الهدف المركزي أو الاستراتيجي هو تنزيف أو إخلاء قطاع غزة من كل وجود حماس، وهذه المعركة راح تطول. نحن لازم نكون واقعين، نعرف بشكل دقيق وجود عسكر نشيطين حماس وأسلحة حماس تبع داخل القطاع،
ومرحلة بعد مرحلة زي بيقولوا بالإنجليزي ستيب باي ستيب، ما في خيار تاني بالنسبة لهذا الموضوع رغم الإصابات رغم الإشكاليات ورغم المصابين الإسرائيليين، بس هذا الوقت ما في أي خيار تاني بالنسبة لهذا الوضع. نعم، أعود إليك أستاذ جهاد. يعني هي سابقة أن نسمع من أحد إسرائيلي أنه اليوم إسرائيل تأخذ العبر من الجانب الفلسطيني عسكريا، نتحدث هنا واستراتيجيا. أود أن أسألك اليوم، يعني فعليا إذا كانت إسرائيل تنوي على إطالة أمد هذه الحرب، اليوم الوقت باعتقادك بصالح من؟ أولا الشعب الفلسطيني صابر ومحتسب أيضا، من أجل أن يتعلم الشعب الإسرائيلي أيضا أن يكون محتسبا، من أجل أن تطول عملية الاحتلال الإسرائيلي والمعارك العسكرية. في ظني كلما زاد الوقت أصبح لصالح الشعب الفلسطيني. انظري في بداية هذه الحرب في الأسبوع الأول كان هناك إجماعا في العالم الغربي لتأييد إسرائيل، لكن تفكك هذا الإجماع نتيجة طول الحرب. ثانيا التدمير الهائل الذي قامت به إسرائيل لقطاع غزة باستخدام قوة مفرطة وغير متناسبة وفقا لقواعد القانون الدولي، اختراقها لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين، إبادة جماعية للمواطنين الفلسطينيين بطردهم وتهجيرهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، الاعتداء على المستشفيات والمدارس التابعة للأمم المتحدة، جميع المناظر التي شاهدها المجتمع الدولي قتل الأطفال الفلسطينيين. عندما تحدث اليوم في اليوم العالمي للطفولة عن 5000 طفل فلسطيني تم قتله على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا معيب على المستوى الدولي. ثالثا عدم قدرة إسرائيل وفشلها في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها. أولا تدمير قدرة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، اليوم وكل يوم طبعا تطلق صواريخ إلى تل أبيب ولا أسدود وعسقلان وغيرها، وبالتالي قدرة حركة حماس ما زالت متمكنة. المقاومة الفلسطينية تواجه الدبابات الإسرائيلية، هناك 68 قتيل إسرائيلي في هذه المعارك البرية أي منذ 31 أكتوبر إلى اليوم طبعا، وهناك أعداد كبيرة من الجرحى قياسا بعدد القتلى. الأمر الثاني حركة حماس ما زالت تسيطر، انظر من يسيطر على توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة، هي حركة حماس وشرطتها، بالإضافة إلى أن حركة حماس تقوم بدعاية إعلامية جيدة تخاطب المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير. الهدف الثاني الذي وضعته إسرائيل يتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين، هي لم تقم بتحرير أي من الأسرى الأحياء من الإسرائيليين، والجثتين اللتين وجدتهما بالقرب من مجمع الشفاء هم قد قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي. الأمر هذا جميعه لم يجعل حركة أو إسرائيل قادرة على تحقيق نتائج في هذه الحرب، سوى قتل الأطفال الفلسطينيين، تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، ونكبة جديدة وفقا لما قاله وزير الزراعة الإسرائيلي أفي دختر، قال أن هذه نكبة غزة عام 2023 يشبهها بالنكبة الفلسطينية عام 48. وبالتالي كما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا الصراع صراع وجودي، وبالتالي فتحت إسرائيل النار على نفسها في هذا الصراع، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، أو مع الأطراف العربية والإسلامية كما شاهدنا بالأمس باليمن ونشاهد شمال فلسطين إلى آخره من المواجهات المتعددة. ومع كل ذلك رغم الدعم الأمريكي اللامتناهي بدأت حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عن هذا الدعم، وبالفعل بدأنا نسمع عن إسرائيل خلافات بين بايدن وغزة غرقت في وحل غزة ورمالها. شكرا لك سيد جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي من رام الله، ولألون أفيتار المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية من القدس.